من صدفان بدي رحب بكل سماع برفقنا إن كان مباشرة على الهواء على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني. بلقاء جديد ضمن برنامج كل يوم بيومه لفتني تغريدة عبر تويتر بتقول: بعد انقطاع 4 سنين عن الإعلام ونظرا لخطورة الأمور يلي عم تتحضر للبنان، قررت العودة عن قراري بعدم إجراء المقابلات التلفزيونية. هيدا مضمون تغريدة ميشيل إليفترياديس. شو هي خطورة الأمور يلي دفعته للعودة عن قراره ليطلع على الإعلام؟ شو رح يتغير عند حالة اللبنانيين يلي اعتبروه مجنون وصاحب مصلحة وتحكي قبل 10 سنين وأكثر عن كارثة سرقة الودائع وعن الديون الجائرة وعن حملة ما بدنا ندفع؟ حول هالمواضيع رح نتحاور مباشرة على الهواء عبر صوت فان مع ميشيل إليفترياديس. أهلا وسهلا فيك. إيه هاي هلا. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. شكرا. عم تسمعني؟ ايه عم بسمعك. اوكي. شو الدوافع اللي خلتك تكون اليوم خارج اطار الصمت الاعلامي؟ لانه يعني ما في اسكت وقت عم شوف شو عم يتحضر للبلد، او مش يمكن عم يتحضر او يمكن يصير بالبلد، لانه يمكن يلي عم يعملوا هالشي منهم واعيين على خطورة الامر، فاكرين انه مجرد انتخاب شخص عنده دبلومات وزلمة مرتب وابن عائلة وعنده بيفهم بالاقتصاد. ما عارفين انه القصة ابعد بكتير من هيك، وفي قصة الIMF، وانه الIMF مش هلأ فوت على الخط. يعني انا برأيي وبرأي كتير عالم يلي بيلاحقوا الIMF والبنك الدولي وطريقة التصرف تبعوره من وقت ما تأسسوا بالأربعينات لحديت هلأ، نحن رأينا أنه هن من الأول وراء هذه الخطة، وما نعمل الكل يلي نعمله كل الدين تبع لبنان نعمل بمعرفة من الIMF. وبرأيي كانوا مبسوطين أنه باللي عم بيصير، لأنه عارفين أنه البلد ما رح يقدر يدفع. وقت البلد ما يقدر يدفع ساعتها بتفوت الIMF على الخط وتقدر تعمل بهالبلد يلي بدها اياه. هو نوع من انتقاص بيكون فيه لسيادة البلد بس يفوت، ولانه السيادة الاقتصادية اذا بدنا او المالية، ومن بعدها بتقدر تمتد هالشي لطلبات من البلد، بتقدر تكون طلبات معاهدات سلام مع جيرانه، بتقدر تكون طلبات توطين، بتقدر تكون طلبات بيع الذهب عنده، بتقدر تكون طلبات منه انه ما بقى يتعاطى مع هالدولة ويتعاطى مع هيداك. يعني كل اللي ما قدروا ياخدوه بكل الطرق يلي عملوها، وهن كل هالطرق يسموا الانتاكسيون، يعني بالاستراتيجية العسكرية من ايام سانزو مرورا بكارل فون كلاوسفيتس لحدية الامريكان الجديد يلي كمان المناظرين بالاستراتيجية ميليتار، بيقولوا انه في هدف وفي كذا لينداكسيون، يعني كذا في كذا خط لاسقاط هالهدف. هالخطوط تقدر تكون دبلوماسية، تقدر تكون عسكرية، بتقدر تكون كمان مالية واقتصادية. دونك جربوا بلبنان، جربوا بال2005 مع اغتيال الرئيس الحريري، جربوا بال2006 مع الحرب الإسرائيلية، جربوا بال2008 لما مروان حميدي صار بده يقطع خطوط التليفونات وبده يشيلوا الكاميرات على المطار، جربوا كمان من خلال الحرب السورية ولكن ما قدروا يوصلوا. هلأ فكروا يوصلوا علينا من باب الIMF وانه يقدروا يخضعوا لبنان. الدين هو أخطر وسيلة تينمسك الشخص فيها، يعني الأديان كلها عرفتها، من هيك كل الأديان حرمت الدين بالفايدة، الربا عند المسلمين، الإجرية عند المسيحية الأجور، وكانت تنعد من أكبر الخطايا، لأنه الإنسان يلي بيصير مديون خلص بينكرش بينطلب شو ما كان من المديون، يعني بيصير ملقوط على أخوانيه. نحن لحديت هلأ سوريا ما قدروا ينجحوا لأنه سوريا صفر دين الخارجي، ما عندها أي دين وقدرت تصمد. كل باقي الدول مش كلهم، 90% من الدول 99%، يعني في بالIMF أكثر من 190 بلد، هيدول ممسوكين. يعني على كل حال عم تسمعيني هلا؟ عم بسمعك وعم عم بتأمل بكل جملة. عم بتأمل بس ناطرة تتخلص الفكرة تتناول بعض الأسئلة. يعني هلا بسألك شغلة، في شغلة أوقات بلبنان بيقولوا إذا ما مت ما شفت مين مات، يعني الملهوفين ويلي أوقات، لأنه أجاني كتير اتصالات وأجاني كتير مساجات إنه ولو هلا الIMF برأيك إنه بطلت منيحة،
انه اذا ما شفته ما شفته اذا ما مت ما شفته شو صاير بمصر، مصر ماشي مع الاي ام اف، ما شافوا شو شافوا شو في بتركيا، ما شافوا اقتصادات الارجنتين افلستها 3 مرات الاي ام اف، يعني كل مره يرجعوا يعملوا لها خطه جديده ويفوتوها بالحيط. هلا شو عم يعملوا بتركيا؟ يعني في محل انه ما عم بطلب من العالم انه يرجعوا على التاريخ على الخمسينات وعلى الستينات وعلى السبعينات، يشوفوا هون بالجبار. نعم طيب استاذ ميشيل، سؤال بديهي رح بلش من عندك. حضرتك بتشوف انه الخطر اليوم هو على لبنان، اخضاع لبنان يلي ما قدروا يخضعوه لا بال2005 ولا بال2008 ولا باي طريقه، هو اليوم عبر السياسه. بس نعم. حدا بيقول لك انه لا، عبر الاقتصاد، عبر الاقتصاد والمال، عبر الاقتصاد والمال. طيب خليني احكي اليوم بس انه عم تحكي عن البنك الدولي وعم تربطه بشخص مرشح للرئاسة، مع أنه البنك الدولي علق عمله للمرشح اليوم مشان ما يكون في أي تضارب مصالح. مش ظلم أنه نقول أنه هو مرشح البنك الدولي؟ إنه إذا علقوا له، إذا صار له سنين بيشتغل معهم ومدير كان الشرق الأوسط عندهم وعقليته وتركيبته من عندهم، انه نحن حنصدق الخبريه انه هلا اذا علقوا له فجاه صار هو مع الشعوب المقهوره وضد الاي ام اف وضد التدخلات الدوليه وضد الاستعمار الجديد وكل القصص اللي هي الاي ام اف قائمه عليها. بعدين انه انا كيف بدي صدق انه فجاه كلهم اتفقوا على جهاد أزعوري اللي كنا ناسينه؟ يعني عادة بس واحد يكون مرشح على رئاسة الجمهورية أو شيء بيكون عم ينحكى كل الوقت باسمه، بيكون صار له فترة، أنه فجأة نزل الروح القدس على كل هالأفرقاء المسيحيين وفجأة كلهم بذات اللحظة تذكروا لجهاد أزعور. مثلا أنه آخر إطلالة لإشعاع جهاد أزعور أمتين حكي شو البروغرام تبعه الزلمة بعد ما قال ولا كلمة. اليوم أصدر بيان طويل عريض اليوم انه من بعد شو يعني ما شفته للبيان، بس انه شوي صعبه. ليه عنده شهادات مثلا؟ انه نحن ببلد ما بالحي عندي 7-8 معه شهادات قده، يعني شهادات بطلت هي العبره، ولا عنده هالشعبيه الكبيره؟ يعني اذا عمل مثلا داعي هلا مناصرينه ينزلوا على الساحه قد ايه بيجي؟ يعني كيف ليه جهاد أزعور؟ كيف بدي افسر انا انه جهاد أزعور فجاه فاقوا هالفوقه كلهم عليه وانشأنا مدير بالاي ام اف؟ يعني انا هلا بفوت اذا على الويكيبيديا عنده او على اللينكد ان تبعه بشوف انه هيدا موظف اي ام اف. طيب خليني اروح ابعد من هيدا الموضوع. سوري انا ما عندي مشكله مع شخصه يعني زلمه مرتب ومهضوم ومهذب وابن عائله وعنده كثير قصص منيحه، ما عم بحكي عنه هو كشخص، عم بحكي عن المشروع مدير. يعني عم تحكي عن المشروع شو ما كان اسمه، لو مين ما كان يكون كجاي شخص من الاي ام اف باللي عم بيصير بالبلد، في كتير يعني دغري بتركب نقاط الاستفهام عليه. طيب البعض بيقول انه كمان حضرتك كنت ساكت كتير فترة وهلأ، يعني ليش قررت تحكي هلأ وليش يعني تحسست هذا الموضوع وليش عملت أبحاث أو تمتلك معلومات؟ أو يعني البعض بيقول، رح روح أكتر معك أستاذ ميشيل، أنه رئيس الجمهورية لا بيقدم ولا بيأخر لأنه بالأساس ما عنده صلاحيات كتير كبيرة. بالماضي مع الاي ام اف بيقدم وبيأخر، خاصة أنه هو اللي رح ينقي رئيس الوزراء. يعني إذا هو ورئيس الوزراء جايين تيمضوا مع الاي ام اف، ما بقى في شيء بيقدر يوقفهم، خلص راح البلد. يعني حتى لو نزل كل الشعب 4 ملايين على بعرف قد صرنا 6 ملايين على الطرقات، ما بقى خلص يعني بيكون اكلنا الضرب. وانا خايف كثير من بكره الانتخابات، لانه الاي ام اف بالنهايه كمان بتقدر تضغط على نواب يمكن موجودين بكتل رافضه الأزعور، بس يمكن في عليها ملفات الاي ام اف عارفه فيها، مظهرين سياطهم من بعد 17 تشرين، في عليهم شبهات. الاي ام اف تقدر كثير تغير بكل المعادله. يعني يعني منا الاي ام اف منا مثل ما البعض بفكر انه مثل ان جي او او انه جمعيه رح تيجي تساعد. الاي ام اف الدول يعني العالم، يعني الواحد هي طالعه من اليونايتد نيشنز من الامم المتحده،
وقويتها والليفرج تبعولها مخيف. يعني تقدر تطحن بلاد وطاحن بلاد أمريكا اللاتينية. مش إنه فينا نتملعن عليهم إنه مثلا هلا منطلع لكم الأزعور بعدين منحط لكم فركوشي. ما يتزاكوا كتير معهم، لأنه بنقدر بكرة نفوت على الجلسة ونطلع على أساس إنه عميل حسابات إني وفجأة إنه بالكتلة عند الرئيس بري أو بالكتلة تبع ما بعرف مين المعارضين بعد فجأة في عالم. حتى يمكن عند سليمان فرنجية بالكتلة في ناس عليهم مشاكل وعقوبات أو بدهم مظهرين مصريات أو أي شيء بيصوتوا، وما رح ينعرف مين صوت لأنه كلنا نسين إنه يقدر الواحد يقول شيء وفوت يصوت شيء تاني وما حدا يعرف مين. يعني لأنه أصلاً أي ببدأ لك إنه الاقتراع سري بالأساس، يعني وهيدي الهمروجة الأرقام والنتائج المسبقة والمعلبة غريبة شوي بالنسبة للتصويت السري. بعدين اللي أكل يلي مظهر مصاري عم يقول شو ما كان أرقام، بس إنه تقول 50-80 مليون، إنه إذا قدر هلأ سقط هيدا الصوت وبعدين إذا عنده مشاكل ضب غراضه وراح قاعد بسويسرا مع 50-80 مليون ومرتاح على وضعه فرقاني معه يبقى نايب بلبنان. يعني بطلت هالأكل الطيب، بس يعني ما بيفرق معه إنه يبقى لبنان؟ ما في ثلاث أرباع، يعني ثلاث أرباع اللي بالمجلس النواب هلأ ما فرقاني معهم لبنان ساعة اللي فيه مصالحهم الخاصة. يعني اللي وصل لبنان لهون إنه الأنانية تبع اللبناني هي أحد أسباب نجاحه، لأنه بيروح على 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 الأدغال بطاحش وأناني ومتفرق معه لا البيئة ولا الشعوب اللي عايشين هونيك ولا شيء. يعني من مال أما نطلو نجاح، ومن تاني مال خربت بلده. يعني حطي ذئاب بفرد قفص بيقتلوا بعضهم بياكلوا بعضهم، هذا اللي بيصير بلبنان. بيروحوا لبرا بينجحوا لأنه ذئاب تفلتيهم على نعاج وعلى ناس أوادم وعلى كذا بيختنوا، وبتحطيهم هون بيقعدوا بيقتلوا بعضهم. استاذ ميشيل تنكون واقعيين، نحن كل التحضيرات اللي عم بتصير يعني بمرحلة من 2019 لليوم كان في طلوع ونزول بالأراء السياسية، في ناس بدها تروح إلى التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفي ناس ما بدها تتعاون. بالأخير بالنتيجة الأخيرة قبل الانتخابات وقبل الفراغ كنا نشوف من كل الأطراف ومن كل الجهات ومن كل التنوع السياسي، يعني من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، من أقصى المحاور إلى أقصى المحاول، صار في شبه قبول انه رايحين نحن نتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالتالي مع البنك الدولي، وهذا الموضوع بطل مثل فيتو او بطل مثل يعني اللي عنده ما عنده امتناع بالسياسي وبقبول هذا الموضوع، ليش هلا بده يكون عنده امتناع انه يكون جهاد أزعور او يكون البنك النقد الدولي هو المحرك او اللاعب الاساسي بالرئاسه او بالسياسه اللبنانيه او الاقتصاد اللبناني؟ لانه منهم في عدم وعي. يعني في منهم يمكن اذا بيتوعوا اذا بنلحق نوعيهم ويفهموا شو يعني الاي ام اف ببطلوا. هلا انا عملت شغل قط التليفون تلفنت لكذا حدا، في صديق لإلي نايب ما طلب مني اعطي اسمه، اكيد ما راح اسالك لانه اوكي دقيت له قلت له طب ليك الاي ام اف انت ماشي فيها؟ قال لي ايه وكثير منيح بيقدروا يساعدوا لبنان وهيدي خشبه. هيدي قبل هلا او هلا؟ هيدي من اسبوع اول ما رجعت على لبنان. بقى قلت له ليك الاي ام اف شو اكثر برايوريتي لها، شو اول اولوياتها؟ ترد المصاري تبع اللبنانيه اللي بالبنوك او ترد المصاري للدول المانحه يلي دينتنا مصاري من ايام الحرير الاب لحديت من كم سنه بقى كانوا بعضهم يدينونا وكل مره نزقف انه جابوا كذا مليار وجابوا هدول كلهم ديون. قال لي بتعرف ما فكرت فيها؟ قلت له اه منك سائل، يعني انت ماشي بالمشروع بس ما عارف اذا بكره انت وولادك رح تصيروا عم تشتغلوا ويحطوا عليكم ضرائب ويحطوا عليكم قيود تتردوا المصاري تردوا لكم المصاري اللي انتم بالبنك، او تصيروا كمان عم تشتغلوا بح المصاري تبعولكم وبدك ترد الديون يلي عنا اياها لفرنسا ولا المانيا ولا ايطاليا ولا امريكا ولا. قلت له ما ورد. قال لي لا بقدر بشوف. اخذ نهارين رجع قال لي لا الأولوية لرد الديون لبرا ولا لهون هن بيعتبروا انه اكلنا الضرب. قلت له لشو جايبينه؟ اكلنا الضرب نحن، ياكلوا الضرب هن. فرنسا ما كانت عارفة انه في فساد بلبنان، فرنسا ما كانت عارفة تنقول انه كان في احتلال وكان في انتقاص للسيادة اللي هي عادة ممنوع الدين لحدا، في انتقاص للسيادة عنده. انا وقت حكيت بالديون الجائرة قلت من اكثر من 10 سنين من 16 سنة وقت حكيت بالديون الجائرة كنت من وقتها عم أقول
انه قالوا لهم لهدول البلاد انه لن ندفع، ما رح نرد المصاري، قالوا لهم للمصارف اللبنانيه رح نسحب مصرياتنا وما رح نردك، ما رح ناكل الضرب نحن. المصارف اللبنانيه والدول الاجنبيه اللي دينت الطبقة السياسية هون واللي دينت البنك المركزي بلبنان هي المسؤولة عن الوضع اللي احنا وصلنا له. هيدول العالم المصارف هون بس تعطي الواحد 2000 دولار تيعمل مشروع بضيعة، تعمل عليه ديو ديليجنس وفي الكومبلاينس وبيقعدوا بيدرسوا المشروع تيتأكدوا انه الزلمة اذا عطيوا المصاري رح يقدر يردهم. ما كانوا عارفين انه لبنان رايح على الافلاس وما رح يقدر يردهم، انه الشعب اللبناني ما عم يستفيد من المصاري، فقط الطبقة السياسية والفاسدين عم يستفيدوا. دوك هن قبلوا يدينون مصاري لانه كانوا مستفيدين من الفايدة الكبيرة اللي عم يعطوها، ولانه كان من الاي ام اف محمسهم والدول برا محمستهم انه دندلون خلوني افلسوا، بس افلسوا بيقبلوا بشو ما كان ومشوا معهم بهذا الموضوع. بدنا نحن نيجي هلا كمان من بعد ما طاروا مصرياتنا نقعد نشتغل تنرد المصاري لهالبلاد المجرمه اللي قبلت تديننا؟ في شيء منه طبيعي بالقصه. القانون الدولي بيحمينا نحن انه ما نرد المصاري مثل ما عملنا ديفولت من 4 سنين 3 سنين. دونك نحن نقدر نعتبر هالديون هي ديون جائره، وبنقدر حتى نبرهن من خلال قانون الكسندر ناوم ساكسيا اللي طبق اكثر من 40 50 مره من 100 سنه لحديت هلا، انه نحن براءه من هالديون، انه نحن كنا ضحيه يلي دين يلي قبل يدين مصاري واللي دين على اسمه يلي اعطى واللي اخذ. هدول هن يعني المشكله بين هدول الاثنين، نحن ما خصنا يعني هن يدبروا راسهم كيف بدهم يردوا مصير. يعني يروحوا يشوفوا قد ايه في بحسابات السياسيين ويقولوا لهم بدنا نرد المصاري من عندكم مثلا، او يفوتون على الحبوسه، او يعني ما بيجوز الشعب ياكل الضرب مرتين، اول مره انه سرقوا له مصرياته، ثاني مره انه بده يرد كمان المصاري يلي راح ضينون اياها للطبقه الفاسده الغربيه. استاذ ميشيل، حضرتك قبل 6 ايام غردت انه في وزير ماليه بال2007 اتصل فيك وطلب منك ايقاف حمله للندفع يلي بتضر بسمعه المصاري. ايه الاسطور. وطلب منك الغاء المقابلات لان هكذا كلام قد يحرك النيابه العامه الماليه. اليوم حكي ودق لمارسيل غانم، يعني انا دقيت له لمارسيل قلت له حكيني الوزير ازهر، قال انا كمان حكيني وبدهم انه الحلقه توقف، وقلت له ليك مارسيل اذا وقفت الحلقه انا راح احط، وقت كان في الفيسبوك ما كان في تويتر، راح احط الفيسبوك وراح اعمل مؤتمر صحفي انه الغيتولي الحلقه. قال لي لا وكذا. قلت له شو بدك اقول انه انضريت مش سمعت ما قدرت تطلع على البي سي، يعني انه شو بدك اخترع عذر؟ قال لي خلينا شو شو فينا نعمل. حكيني مارسيل رجع قال لي ليك حكيت مع الشيخ بيير الظاهر يعني وتقطع على الحلقه، بس نحن القانون الاساسي بالال بي سي يعني اكثر ناس بيصرفوا مصاري بالال بي سي هن جمعيه المصارف ما في عاديهم. بقى قلت انه رح بحط بوجهك ناس كثير مش انه صاري، بس انه رح تطلع ورح يكون في بوجهك عالم رح يمسحوا الارض فيك اذا مستعد تطلع. قلت له جيب مين ما بدك، يعني انا ما عندي اي مشكله خلوني يطلعوا بوجهي مثل العاده. كمان خبرة يعني ما خرب البلد الا الخبرة يلي هن ما يعني بيمشوا باللي بيقروه، يعني بيروحوا على الباج تبع الاي ام على الاي ام اف، بتروحي على صفحتهم بالان انه هن الو وكذا، بدك تقري العالم يلي اكل الضرب من الاي ام اف. بدك تقعد، انا قاعد مع رافائيل كوريا رئيس جمهوريه الاكوادور يعني وحاكي معه بهذا الموضوع، مخبرني هو بعضمة لسانه شو صاير شو عاملين ببلده. انا قاعد مع وزراء افريقيين مخبريني شو عامل الاي ام اف. هدول منهم انه زوزو ابا انه اظهر بيكون حاطط شبريه الاي ام اف وقاعد على الموبيلات بتشوفيه اظهر عن 100 كيلومتر. هذا بيجي لابس كرافات بيحكي له 6-7 لغات مهذب عنده الليبون مانيير بتشوفيه بتقولي ما معقول ما ألزه، وبيكون هو هيدي الاداه هيدي الفساد، وورا الفساد في القتل الاقتصادي وفي القتل المالي يلي انت ما بيكونوا بالارقام منهم انهم زعران اشكالهم مثلين سينما. نعم طيب، بس انا كنت عم بقول لانه حضرتك اتصل فيك الوزير ازعور بحينه وحكيك وقال لك وحضرتك شرحت، بس انا بدي منك لو اليوم هلا قادر انت تتصل بالوزير ازعور مرشح الرئاسه اليوم، شو بتقول له على الهوى بروح الوطنيه بروح الانسانيه بروح الشعب المظلوم والمعطر والمقهور؟ هلا هو بيكون
قول انه هو منه هو بيكون مفكر حتى يعني هو اللي بيشتغل اوقات بانستيتيوشن بيكونوا بصيروا مقتنعين بالاخير انه هيدي الانستيتيوشن هي تكون البلد مثل عم يغرق هلا. هل هي كانت تسميها مارغريت تاتشر تينا، تينا يعني there is no alternative. هيدي التينا there is no alternative استعملوها كتير عبر التاريخ ليجبروا للواحد بقصص يعني الو فاكسة يعني من عم بقطش شوي الخط استاذ ميشيل، فينا نعيد الجملة؟ كنت عم قلك انه عبر التاريخ هل طلعت هالجملة جملة there is no alternative يلي هي تينا T-I-N-A كانت مارغريت تاتشر. هلا عم تسمعيني؟ عم بسمعك. ايه بقى مارغريت تاتشر كانت تقلن للانجليز كل ما بدها تمرق شغله there is no alternative. هل there is no alternative استعملت كذا مره لجهات ما كمان رجع قطش الخط استاذ ميشيل. استاذ ميشيل من الاطباء هون ومش عن سوء نيه لقحوا ولادهم ولقحوا أهلهم وعملوا اللقاح لكل العالم لأنه قالوا لنا there is no alternative يعني يا بتاخذوا اللقاح يا رح نموت كلنا. دونك أوقات باسم العلم وأوقات باسم الفهم وأوقات يعني ما عم بقول أنا أنه جهاد أزعور هو واحد جاي يدمر بلده، يعني عم بقول أنه هو منخرط بهيدا السيستم لأنه هو نوع من برين ووشت، هو بيشوف الكتاب طيب قدموا له إياه بقلب هالشركات. يعني في كتير عالم أوقات بيكون بيشتغلوا بمؤسسات كتير مأزية وهن بيكونوا ناس منيح طبعًا. يعني في ناس منيح بالجيش ويمكن في ناس بيستغلون كمان لأنهم منيح وبيوثقوا الناس فيهم، بيجي حدا من الخلف بيستغلون وبيكونوا هن بالواجهة بيدفعوا الثمن كمان. دوك أنا ماني عارف، يعني أنا حكي معه مرة على التليفون وقتها بال 2007 وقتها دق لي وكان كتير مهذب ماني حاكي معه، يعني يمكن الزلم يكون عاطل يمكن يكون منيح ما بعرف عنه، بس انه يمكن هو ما عارف النتائج اللي بنقدر نوصل. بس اذا بده فيك في يعني مش هيجي شو يعني بيقولوا الفرنسي كراشيد على السوق، يعني هو اذا الشوربه اللي بيشربها كل يوم من هيدا الصحن ما رح يجي يبزق بهيدا الصحن يعني. نعم. طيب ميشيل ألف تريادس، اذا طلب منك اليوم تتوجه الى نواب الشعب اللبناني والأمة اللبنانية قبل الانتخابات، شو رح تقلون؟ والسؤال خليني أجيب الأول على أول واحد. أوكي. أول شيء بقلون إنه خففوا عزاء وتهنية وسهرات وعشوات وروحوا شوي على الانترنت، اعملوا أبحاث، اشتغلوا شوية الشغل الانتلكتيال شوي تبع قروا كتب، شوفوا شو عم بيصير قبل ما تاخدوا القرارات ما تاخدوها حوالي فنجان قهوة، يعني عادوا بينكم وبين الكتب وبين الشبكة ونبشوا، خدوا وقت ومش تنبشوا 5 دقايق وعشر دقايق ما عليه، يعني إذا بعد فيها هلأ يومين اعملوا يعني ركوا بهاليومين فقط نبشوا قبل ما تنتخبوا. وقت عم تنتخبوا يعني ما معقول واحد اللي عم بنتخب سامي جميل بس ما عم بنتخب الكتائب، ما معقول واحد اللي عم بنتخب جبران بسيل بس ما عم بنتخب الطيار، يعني وما حدا يجي كأنك عم بتقول هلا اذا نوع بتنتخب البنك الدولي. ايه اكيد معقول. اكيد ولا شو جابه الزلمه كيف اجى علينا بالباراشوت؟ يعني شو في تفسير تاني لانه كل هالاجماع على شخص عمل وزير من 11 من 16 سنة 16. على أيام السنيورة اللي كل العالم ما بتطيقه وكل الأحزاب بتحكي عنه، وكان يمكن أفشل وزارة مرقت به، يعني نحن كان في مومنتوم وقتها، كان في بعد الوحدة تبع اللبنانيين وطلعين من 2005 ومن 14 أذار وطلعت أفشل وزارة، جايين هلأ فقتوله ما بقى في بالموارنة إلا جهاد أزعور تتفقوا عليه. لا ما هو التقاطع كمان في تقاطع، ما لا كيف ركب هالتقاطع؟ مين بدهم يقنعونا انه ببلد كله مقضيها همس من السفرات وبقضوها اجتماعات وبعدين لمفوض سامي هلا من فرنسا انه جهاد أزعور نزل بالروح القدس وما نزل التقاطع تبعه ما اجى بالهمس وبطلبات من الدول ومن السفرات ومن بس كمان كأنك عم تتهم كل حدا بده ينتخب جهاد أزعور كرمال التقاطع، كرمال الوحدة المسيحية، كرمال السياسة، كرمال ما يكون القرار مفروض من محل تاني، كأنك عم تتهمه بطريقة أو بأخرى أنه هو سيماء أبي رميا عم بيقول أنه عم بيناور، وفي كم حدا من الطيار ان شاء الله يكونوا عم بيناوروا،
يعني اذا عم بيناوروا ما عندي مشكله، انا بالسياسه على طول في طب لا في حدا مناوره، تاني لا ما بس انا خليني ادخل بس انا السياسه، خوف بس في حدا خوفي بقوله خوفي كمان انه مش مناوره، هيدا انتخاب لرفع العقوبات عن باسيل. ما فايدة التغيير كمان بتقدر تكون مضبوط، بس اذا مناوره خوفي انا انه المناوره لا تصير جديه، تركب، يعني يكونوا هن عم بيناوروا ويروحوا على على الاجتماع على الجلسه على الجلسه على اساس مناوره، وفجاه بلا ما يعرفوا كيف يركب الزلمه رئيس جمهوريه، يعني بكون اكلنا الضرب بالمناوره. نعم طيب لانه اوقات بكون عم بيناوروا كمان، بالاوقات في جيوش بكون عم بيناوروا بتطلع القذيفه بالعسكريه او بيضربوا موقع لهم، يعني اوقات مناورات بتقدر تكون كثير خطيره حادث المناورات. حادث عرضي بيكون ايه حادث عرضي بيكون عندنا رئيس بس ما جمهورية بنقوم منه هذا، يعني هذا حادث عرضي بيكون هو اخر الاكت فينال، يعني اخر الحلقه الاخيره من المسرحيه تبع اخضاع طب لبنان. بس كمان في دول رفضت البنك الدولي، والنموذج هو البرازيل مثلا، انه من بعد الروستات العديده يلي فوتتهم بالحيط كبوا البنك الدولي على جنب وعملوا ومشي حاله. ومشي حاله. يعني فينا انه ما نقول انه خلص اذا كنا اليوم تحت سنداد او مطلق ما فيك تضحكي عليهم، يعني اذا مضيتي على اذا هلا اعطوك هن قرض ما فيك تاخذي هذا القرض بعدين تتزيك عليهم تظهري من الاتفاق، تظهري من الاتفاق بدك ترد المصاري، اذا ما فيك ترد المصاري ما فيك تظهري من الاتفاق، يعني بتكوني عم بتعادي نحن هلا بعدنا حرين، يعني هلا بعد فينا نحن نقول ما رح ندفع الديون ونتحجج بالقانون الدولي تبع ساكس والديون الجاريه. انا بس اذا لحقنا ومضينا ما بقى فينا نمضي ونتزاكى، يعني ما فينا نتزاكى مع هيك عالم، نتزاكى على بعضنا، حزب بيضحك على الثاني، بنضحك على جيراننا، بنضحك على كذا، بس ما في واحد يضحك على الاي ام اف وعلى اليونايتد نيشنز وعلى المحكمه الدوليه وعلى، يعني في 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 محل انه بيقطعوا لنا راسنا على الاخير ساعتها اذا كمان بدنا نفوتهم ونقلبها من جوا. انا بدي اشكرك، بس شو بعد حابب تقول بهيدا الموضوع وما سالتك عنه؟ ضروري يوصل للراي العام، وهل في دور عند الناس بالنهايه مش بس عند النواب، عند الناس؟ يعني في ناس بيقولوا لك انا يمكن رافض جهاد أسعور بس اللي انتخبته رايح ينتخب جهاد أسعور، وفي ناس بيقولوا لك كمان انا رافض سليمان الفرنجيه بس كمان كانه صار مفروض وامر واقع، يعني هون الناس شو بدك تقول لهم؟ انه اذا الواحد رافض زياد ازعور منه مجبور يقبل بسليمان الفرنجيه او باي مرشح تاني، يعني مش احنا مش تنعمل انكيات بعضنا نطرق بعضنا اكثر، انا برايي اي مرشح غير ازعور ما بيخرب البلد قد ازعور، اي حدا من المرشحين كل الموجودين الاربع خمسه المتداول اسماء ولا واحد منهم انا بقاف منه ولا واحد، يعني في منهم اداء احسن في منهم بفضلهم اكثر من غيرهم، بس الاربعه الباقيين يعني سليمان فرنجيه او الجنرال جوزيف عون او زياد بارود او جبران باسيل او ما بعرف مين في المرشحين خمسه سته اربعه يلي ابراهيم كنعان هلا ابراهيم كنعان بيير الظاهر ابراهيم كنعان شوي اجواءه اي ام اف، يعني بفتكر ابراهيم كنعان بال ما بعرف مني اكيد، يعني بس انه انا ليك ماني عايش يعني التفاصيل تبع السياسه ماني ملحقها على الاخير لانه صار لي 3 سنين برا بقى، بس بلاحق انه القصص العريضه، بس الباقيين اكيد لا، يعني اكيد مش اخاف من جوزيف عون او من سليمان فرنجيه او من زياد بارود انه يخربوا البلد، يعني هدول عالم الاجندات تبعولن اجندات لالن، هذه الرؤيه تبعولن مش اجندات الرؤيه تبع الامريكان. ما حدا ينسى انه المين شير هولدر الاساسي الشير هولدر الاساسي بالاي ام اف هو امريكا اللي عندها اكثر من 20% بالاي ام اف، اكثر حدا بيدفع بالسنه للاي ام اف، يعني عم نحكي ب 30 مليار سنويا اذا مش اكثر، انا ذاكر الرقم، بس هي امريكا. فينا نحن في حدا يصدق انه من مال امريكا بدها تقصصنا وتركعنا وتاخذ اجراءات ضدنا مثل ما هي عم تعمل صار لها كذا سنه، ومن تاني مال عبر الاي ام اف يلي هي المين شير هولدر فيها فجاه بصير بدها تساعدنا؟ منهم سكيزوفرين الامريكان، من مال بدهم يدعسونا ومن مال بدهم يساعدونا. انا بدي اشكرك ميشيل الفترياديس، بس بدي اقول للناس مشان ما بدي اتدخل يكون عندي راي بالموضوع، ارجوكم ارجعوا لكم يوم لورا شو صدر عن البنك الدولي نصائح للاقتصاد السعودي،
أرجوكم أرجوكم، لأنه مرقت معي وكنت مذهولة أنه عندهم ذات النصائح للدول اللي عندها نفط وللدول الفقيرة مثلنا، عندهم ذات النصائح. نحن عنا نحن عنا غاز نحن. أي لا لا بس عنا بس عنا بيحكوا عن القطاع العام عن الوظيفة. أي شو جايين يعملوا بالIMF بلبنان؟ عاد عن الغاز نحن عنا الأصول تبع الدولة من أكثر الدول يلي عندها دهب. أراضي ودهب. نحن عنا ذهب، نحن عنا شركة مي بيقدروا يجيبوا هني شركات مي تجي محلها بيجبرونا إنه ينعمل خصخصة وبيخدوها هني. نحن عنا شركة كهرباء منا موجودة بتقدر بالجيبية تجيب مليارات. نحن بلد إذا ترك لها الشركة بتجنن يعني. CMA CGM أخذوها بيت سعادة بأورو واحد بأورو سيمبوليك، صفت أكبر شركة شحن بالعالم لأنه كان عندها أصول. نحن إذا إجت الدولة هلأ طبت وأخذتنا بالرخص طلع منا مليارات، هيدا هو اللي يسمى الاستعمار الجديد نيوكولونياليزم. أنا بدي أشكرك وعلى أمل لأمتين باقي بلبنان فينا نربحك شي مرة بالستوديو؟ إيه باقي شي شهر هلأ فينا شي مرة نربحك بالستوديو؟ إيه بطل أهلا. أسبوعين ثلاثة تكونوا زهقوا مني رجعوا. أوكي أهلا وسهلا فيك. شكرا لك ميشيل ألف ترياد. شكرا.